هعرف ازاي نشتغل ان احنا اون اير. صباح الخير، وكل سنه واحنا طيبين، وكل شعب مصر بخير وامن وامان وسلام. الشعب المصري بيحتفل النهارده باعياد وباحتفالات، مسلمين ومسيحيين. بنلتقي مع حضراتكم من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لننقل لكم هذه الاحتفالات، الأعياد المجيدة اللي دايما مصر العظيمة رسخت لهذه الأعياد ونقلتها للعالم كله من آلاف السنين. صباح الخير يا عمرو. صباح الخير يا غادة، وصباح الخير أعزائي المشاهدين، صباح الخير على مصر كلها، صباح الخير على كل المسيحيين. النهارده عيد القيامه، بنهنيهم وبنقول لهم كل سنه وانتم طيبين. ايضا بنهني المسلمين بخلاص يعني قرب حلول عيد الفطر المبارك، عاده الله على الامه العربيه والاسلاميه والمسيحيه بالخير واليمن والبركات. طبعا اول مره نطلع على الهواء مباشره معاك، وبنصبح عليك من الكنيسه الكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه بعد تجديدها. هنتكلم النهارده على تجديدها وعلى مراحل التطوير والعمل فيها مع ضيوفنا. في اللي عندنا فقرات كتير الحقيقه النهارده، ان شاء الله تعجبكم مع ضيوفنا اللي هينورونا فيه. بنصبح عليك بعد شويه، ولكن طبعا غاده الرياضه اهم حاجه في الحياه. اكيد الرياضه حلوه، لكن كمان الاحتفال حلو، السعاده حلوه، الطاقه الايجابيه طبعا تخلي الانسان يقدر يقوم باي عمل، رياضه، شغل، كل عمل ممكن يكون فيه طاقة إيجابية. والمكان اللي احنا موجودين فيه يعني صرح تاريخي عظيم، له دلالة وله رمز. العالم كله يعرف ويعي قيمة هذا الرمز. المبنى العظيم والصرح اللي احنا موجودين فيه النهاردة أكيد اتبنى يا عمرو على أساس علمي وهندسي، بالفعل بيعطي لكل من يرتاد ويوجد في هذا المكان هذه الطاقة الإيجابية. أيضا الحب، السماحة، الأمن والأمان اللي بنشعر به كلنا على أرض مصر بيعطي كل إنسان منا طاقة إيجابية. يجري بقى، يلعب رياضة، يتنطط، هيبقى عنده الصحة والقوة والطاقة ده أكيد إنه يشعر بالسعادة ده أكيد. أنا مع حضراتكم مرة تانية، ولازلنا بنحتفل بعيد القيامة المجيد، وبنحتفل بالشعب المصري العظيم اللي أثبت للعالم كله في كل الأوقات وفي كل الأزمات وفي كل الأعياد والأفراح إن إحنا شعب نسيج واحد، ان احنا امة واحدة، ان احنا اسرة واحدة في كل وقت بيمر بينا على ارض مصر. وهنتكلم مرة تانية عن تاريخ بناء وعن ايضا فكرة تطوير هذا الصرح العظيم اللي احنا بننقل لحضراتكم منه فعاليات عيد القيامة المجيد النهاردة. وبيشرفنا وموجودين معانا دكتور مهندس سعد مكرم، استشاري وعضو لجنة التجديد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. اهلا بحضرتك يا فندم، وصباح الخير. اهلا بحضرتك. ومعانا ايضا المهندس استشاري عبده فام، استشاري وعضو لجنه الكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه. اهلا بيك يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانتم طيبين. والحقيقه يعني احتفالا بعيد القيامه المجيد ده السبب اللي احنا النهارده بنطلع في برنامجنا بنصبح عليك على الهوا من الكنيسه. طبعا انا لسه كنت بتكلم مع حضراتكم على انه كنت ببص على الكنيسه زمان قبل ما تتطور وقبل ما تتجدد. الحقيقة بقت حاجة تانية خالص، المكان، المباني من جوه طبعا شكل مختلف. فعايزين نعرف من حضرتك أستاذ المهندس منير الاستشاري عضو لجنة التجديد والاستشاري المعماري لتجديد الكنيسة الكاتدرائية، يعني في البداية نبذة عن تاريخ هذه الكنيسة. بداية أنا أحب أبدأ بتاريخ المنطقة عموما عشان نعرف تاريخها. هي أصلا المنطقة دي تاريخها يرجع للقرن العاشر الميلادي. كان بدايتها كان وقت دخول القائد جوهر الصقل لمصر، كان خطط لعمل قصر في منطقة الجمالية، وكان يوجد بها دير ومدافن أقباط، فتعارض هذا مع وجود المكان هناك، فتم نقل المدافن والدير إلى هذا المكان. كان يطلق عليه
دير الخندق، المنطقة ترجع للقرن العاشر الميلادي. تولت عليها البناء كنائس، وحاليا اللي موجود من الكنائس دي هو الكنيسة الحالية، الكنيسة الأمبرويس الأثرية اللي هي في الناحية الغربية من الكدرائية، ودي مدفون فيها القديس الأمبرويس اللي يرجع اسمه على هذه المنطقة. بعد كده كان في كنيسة باسم القديسة العذراء مريم، وحلت محلها الكدرائية الملقوصية اللي على شمالنا. تمام بالضبط كده. فدي بتاريخها يرجع في عهد قداس البابا كيرولوس السادس، تم وضع حجر أساس هذه الكدرائية بتاريخ 24 يوليو 1965 بحضور قداس البابا كيرولوس والرئيس الراحل جمال عبد الناصر. تمام. وتم وضع افتتاح الكدرائية يوم 24 يونيو 1968 بحضور قداس البابا كيرولوس السادس والرئيس الراحل جمال عبد الناصر والإمبراطور الإثيوبي هيلي سلاسي، وفي حضور عدد من الطوائف المسيحية، وتم إقامة أول قداس فيها يوم 25 يونيو 1968، وتم وضع رفات ماري مرقص كان أحضرها قداس البابا كيرولوس بهذه المناسبة في مزار تحت الهياكل بتاعت الكدرائية، وتم وكان برضو في احتفال مهيب حضروا كافة الطوائف المسيحية. ده يعني كان احتفال مهيب وكان في ناس كتير كمان حضر، يعني رموز وقامات كبيرة. بالضبط. صحيح، لأنه تاريخ عظيم وطويل، وزي ما القرن العاشر المهندس اتكلم وربط بين نقدر نقول وصول مصر وعلاقات مصر الجيدة والقوية جدا اللي كانت بتجمعها بين الدول الأفريقية الشقيقة، ووصول الكنيسة ويعني الفكر اللي كانت بتبثه وبتبعثه للشعوب كلها انها تصل الى كل الشعوب الأفريقية وليس الشعب المصري فقط، يعني فكانت بتبعث بأضواءها وبرسائلها وبمحبتها وبأفكارها وبسياستها ايضا. العلاقات كانت ممتدة ويعني ومختلفة ومتنوعة، ليست فقط علاقات جغرافية أو تجارية، ولكن كانت دينية وسياسية أيضا. أحب أضيف نقطة مهمة، أن الحكومة المصرية الرئيس جمال عبد الناصر ساهم في هذه الكدرائية بمبلغ حوالي 100,000 جنيه وقت بنائها، كان طبعا الرقم ده بيعمل معجزات طبعا وكان في مساهمة من الدولة في إنشاء هذه الكدرائية، فحبيت أحط النقطة دي وأضيف عليها أن في عهد قداس البابا شنودة الثالث تم إنشاء المنارة والمقار البابوي اللي هو في الناحية الغربية من الكدرائية، وهذه هي تاريخ المنطقة. طيب دكتور مهندس سعد مكرم، بصبح عليك مرة تانية، ويعني أكيد تابعت التاريخ ونشأة هذه الكدرائية، أكيد حضرتك عارفها كويس، ولكن أعمال التجديد اللي تمت فيها يعني استغرقت قد ايه، وكيف تم وضع التصميم التطوير والتجديد من مع الاخذ في الاعتبار ان عدم هنقول المساس باي حاجه من الحاجات اللي هي الاثريه التي القديمه اللي انشئت منذ القرن العاشر زي ما قال المستشار منير. طبعا هو بالنسبه لتكمله كلام البشمهندس منير، طبعا الموضوع كان في يعني في 2015 كان في اتجاه من قداسة البابا توادوس يعني بتجديد الكاتدرائية بشكل كامل، بس ان هي قبل 50 سنة على الافتتاح بتاعها احتفال باليوبيل الذهبي، ان هي تكون في ابهى صورة ليها وتكون بشكل لائق طبعا للكنيسة المصرية والدولة المصرية بشكل عام يعني. تمام. فده كانت أول بداية فكرة التجديد، يمكن البشمهندس منير هيتكلم على فكرة التجديد ممكن أكتر مني وعلى مرحلة البداية بتاعتها، لكن أحب أوضح بس إن إحنا لما بنتكلم في مبنى ذو قيمة أو مبنى تراثي بنسميه
بيبقى فيه تعامل معاه باساليب بشكل مختلف تماما يعني بشكل احترافي. عشان كده عايزين نعرف من حضرتك اهم الطرز المعماريه واللمسات الهندسيه الفنيه اللي انشئت عليها هذه الكنيسه، ايه اهم ما يميزها معماري وكبناء هندسي عنها وعن يعني كنائس اخرى او مباني اخرى في عصور مختلفه؟ طبعا هي مبنى مميز جدا اتعمل في يعني في الفتره بتاعت المنتصف القرن، يعني تميزت بالعمارة، هي كانت مسابقه معماريه، يمكن المهندس منير طبعا برضه هو اللي يعني موثق الاحداث دي اكتر مني شويه، ممكن يعني اتفضل باشمهندس منير لو توضح النقطه دي بالتاريخ بتسلسل الاقوى بتاعها وممكن نكمل بعده التجديد. يعني البداية كانت زي ما قلت قبل كده ان البابا كيرولوس السادس بدأ بوضع حجر اساس، وتمت مسابقة معمارية تم اختيار المشروع الفائز الدكتور عوض كامل والدكتور سيلين كامل كمعماريين، هم اللي صمموا كدرية، وكان التصميم الانشائي للدكتور ميشيل باخوم، والتنفيذ لشركة سبيكو كانت شركة حكومية في ذلك الوقت وسنديها الاعمال، وتمت الأعمال واستغرقت حوالي 3 سنين. ده تاريخ الكدرائية من حيث النشأة، ودي المرحلة اللي تم فيها إنشاء الكدرائية وتم فيها صلوات أول القداس فيها. أي. طيب يا باشمهندس، حضرتك كلمنا عن التجديد اللي حضرتك عايز توضحه للسادة المشاهدين، فكرة التجديد قائمة على ايه؟ ايه اهم المراحل اللي ممكن بيتم فيها التجديد؟ رؤية التجديد للكنيسة؟ هو زي ما قلنا لحضرتك التعامل مع مبنى تراثي ده شيء حساس جدا، ولازم يبقى فيه تعامل بقدر من الحفاظ. احنا طبعا بنتكلم على مبنى ذو قيمه وبيمثل زي ما بنقول الدوله المصريه وبيمثل الكنيسه، فكان الخطه ان احنا نعمل تجديد شامل للمشروع وفي نفس الوقت نحافظ على القيم الجماليه وعلى النواحي الاصليه للمصممين المعماريين الاوائل يعني. فكان مع تكليف قداسة البابا وبدء عمل مسابقه لعمل الايقونات الداخليه زادت الأعمال واتعملت لجنة لمتابعة الأعمال بشكل كامل من مجموعة من الأعضاء المهمين، يعني الدكتور صموئيل ماتياس وطبعا على أثر المهندس منير عبد الفهم، ومعنا كان تصوني سوسن وتوسوسن وديع والمهندس يوسف ميلاد، وبدأت تتابع من أول وضع الخطوط العريضة للرسومات نفسها الأساسية سواء كوجهات للمبنى الرئيسي اللي احنا شايفينه أو مبنى المقر البابوي أو مبنى المسرح اللي قدامنا ومبنى الدراسات، المحيط نفسه كله باللاندسكيب بالوجهات بالشغل الداخلي، كل دي تعمل لها رسومات لاستكمال التشطيب والتجديد ليها يعني. هل تم إضافة أي يعني هنقول رسومات جديدة، لوحات جديدة؟ بالتأكيد بالنسبة للوجهات لو اتكلمنا الأول كان مهم جدا الحفاظ على الكتلة الرئيسية للمشروع زي بالصيغة والستايل المعماري الأساسي بتاعه، بس استخدمنا كل بقى الفنون القبطية والمراجعية الفنية القبطية برضه، يعني حطيتوا لمسات يعني، كان في إضافات طبعا في حدود مقبولة وتم دراستها بشكل لائق مع كل المتخصصين والاستشاريين المعاونين والفنانين، كل أعمال النحت، أعمال الرخام، أعمال الموزايك زي ما احنا شايفين، الحليات الجي آر سي والزجاج المعشق، كل الحاجات اللي تضفي نوع من الفخامة والرقي للمبنى وفي نفس الوقت محافظة على الخطوط الأساسية بتاعته. إحساس الإنسان بصفة عامة والمواطن المصري بصفة خاصة كمان يا عمرو، إنه صروح تاريخية أجيال كتير عاشت فيها وأجيال كتير تبعتها، لما هذه الصروح بتبدأ مرة أخرى أو هذه الأبنية العظيمة تبدأ مرة أخرى
تظهر بشكل حديث، بشكل فيه تجديد وفيه اهتمام، أكيد الإنسان بيشعر بالفخر، بيشعر بالحنين للماضي في بعض الأحيان، بيتذكر لما كان بيشوف هذه الكنيسة أو هذا المبنى في صور قديمة مع الأب أو الجد، فلما بيجد أنه عوامل الزمن مرت عليها ولكن لم تتأثر وبيضاف ليها لمسات فيها بهجة، أكيد ده بيؤثر تأثير إيجابي وبيدخل البهجة على قلوب الشعب بصفة عامة والإخوة المسيحيين بصفة خاصة يعني، ولكن كل الشعب المصري أكيد لما بيشوف تاريخه العظيم بيعاد إحيائه مرة أخرى بيشعر بالفخر، بيشعر بالزهو. إيه تأثير هذا التجديد وهذا المجهود العظيم على الشعب بصفة عامة في مصر؟ طبعا هو يعني في نهاية الأعمال اللي استغرقت أكثر من 3 سنين ما فيش شك كان في تأثير الحمد لله إيجابي جدا على يعني أولا طبعا قداسة البابا توادوس والفكرة الأساسية بتاعته ومتابعة المستمع للخطوات واعتماده لكل التصميمات في معظم تفاصيلها، يعني كان الشكل العام في النهاية الحمد لله مبهج وفعلا ادى انطباعات كويسه جدا، مش بس الشعب طبعا في يعني الشعب القبطي يعني استمتع بيه وحضرنا في كذا مناسبه من 2018، لكن يمكن زي ما بقول الانطباعات لكل الشعب المصري ان دايما المباني الدينيه بالذات بتبقى هي اللي بتوثق او بتثبت رقي ومدى تقدم اي مكان ودوله معينه يعني. فطبعا كان شكل الاستقبال وفود طبعا من جهات مختلفة ورؤساء دول جم، يعني القصة طبعا بقت بنستمتع كلنا لما نشوف حتى في صور تذكارية مميزة لمسؤولين كبار ووفود أجنبية وحاجات زي كده، الخلفية بتاعتهم هي خلفية الصور هي المشروع ده، بتدي طبعا انطباع جميل وبيأكد كل المعاني اللي حضرتك قلتيها برضو في التآخي والمحبة والسلام اللي جامع مصر كلها دايما إن شاء الله. وبنشعر بالزهو وبنشعر بالفخر ان بلدنا بتحتضن كل هذه المعالم التاريخية والمعالم الدينية والبصمات المعمارية واللمسات الفنية اللي اكيد بتشهد على تاريخ طويل. دي حقيقة، بس كان في حاجة يعني مهمة كنت عايز اسألها السيادة الاستشاري المهندس منير عبده فهم، يعني اكيد العمل في هذه الكنيسة والتطوير والتجديد ووضع اللمسات الأخيرة أكيد كان عمل شاق، ولكن السؤال هنا العمال اللي كانوا بيتم توجيههم للتعامل مع هذا الصرح وهذا التراث أكيد كان في مشاكل بتواجههم، يا ترى كانت إيه؟ هي طبعا المشروع ضخم وإن إحنا نعمل تنسيق بين الأعمال وبعضها كان عمل شاق. فهو أنا أحب في البداية أقول إن فكرة قداسة البابا بتجديد الكدرية هو عمل مسابقة بين الفنانين وكلت لمجموعة ملاجنة تقايم الفنانين، وبالفعل تم اختيار الفنانين عشان يرسموا الكدرية، وكانت اللجنة دي برئاسة قداسة البابا، ده في بداية 2015. بعد كده دخلنا في موضوع إن احنا نعمل رفع مساحي ثلاثي الأبعاد للكدرائية بتفاصيلها بكل التفاصيل اللي فيها. الموضوع الرفع المساحي ثلاثي الأبعاد بنعمل كتلة فيها كل التفاصيل، كل حاجة ترسمت فيها بالقياسات بالرسومات الهندسية، وتم تنسيق كل توقيع كل الأعمال سواء أعمال الكهرباء أعمال التكييف أعمال المالتي ميديا اللي هي الشاشات والكاميرات وخلافه. تمام. واستعنا في الموضوع ده كانت شركة أوراسكوم، استعدنا كانت بداية إنها كانت عبارة عن مكتب فني بتنسق بين المقاولين، ودي كانت عامل نجاح كبير إن يبقى فيه مكتب فني يسيطر على كل المقاولين ويعمل تنسيق بينهم، واحنا كلجنة كنا بنتابع شركة أوراسكوم. عمل كبير وعمل ضخم، هنشكركم عليه وبنشكركم على وجودكم النهاردة. كل سنة وانتم طيبين. المهندس الاستشاري منير عبده فهم، شكرا جزيلا لك. شكرا.
شكرا لك. وايضا بنشكر الدكتور مهندس سعد مكرم عضو لجنه التجديد للكنيسه الكاتدرائيه المرقسيه. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك.